إلى حد الآن وما زلنا في بلد نفطية. أنا أتذكر قد كتبت مقال مطولا حول ما يسمى من البترو دولار إلى الأجرو دولار. لازم الدولارات الفلاحية تدخل يعني الخزينة الوطنية، ما نبقاش دايما يعني نرتكز على البترول دولارات. تنوع الاقتصاد يكون في حاجة داخليا وخارجيا. احنا بلد جاء يعني القلب النابض تاع المغرب العربي، وجاء يعني في وسط يعني ما بين الضفة الشمالية لأوروبا والضفة الجنوبية نحو إفريقيا. وانا نشوف اللي زيارة الوزير الخارجية حاليا في بعض البلدان الإفريقية، ونجيها لازم ننوع اقتصادنا والتبادل التجاري بيننا وبين البلدان الإفريقية اللي خليناه مراحوا، وعندنا يعني احترام كبير لديهم. الجزائر لا يعني وجهة محترمة لدى البلدان الإفريقية، ولهذا خلينا زمن مضى خلينا أفريقيا ما تماشيناش مع إمكانية التبادل التجاري وغير التجاري مع هالبلدان اللي عاشت مثلنا يعني كمستعمرات فيما مضى.